إذن النقط الثلاثة التي ستغير في دفتر الشروط الجديد اللي راح يصدر نتوقع في جونفي نتوقع في جونفي هي سماح للمتعاملين الأجانب غزو من جديد السوق الجزائرية، لأن نذكر باللي في دفتر شروط 20 و 227 منع هاد المتعاملين الأجانب من يعني استمرار في النشاط تاع استيراد سيارات وبيعها في السوق الجزائرية. اذا الدفتر الجديد النقطه الدفتر الجديد هذا راح يعاود يسمح لهم باش يعاودوا ينشطوا، وهذا يكون فيه اثار كبيره اللي نقدروا نتكلموا عليها. ينشطوا هما مباشره ام يكون يعني عبر متعاملين او وكلاء هنا في الجزائر؟ انا نظن باللي هما مباشره راح يكونوا مباشره مادام يقول يعني التوصيه اللي جات من عند الوزاره الاولى باللي لازم يرفعوا المنع تاع الاجانب، يرفعوه يعني يبطلوا من منعهم باش يجوا يخدموا في الجزائر يستردوا سيارات. وهذا انا نظن باللي راح يكون في صالح لي غرون جروب اللي معروفين في الجزائر كثير، منهم الجروب رونو والجروب ستيلونتيس اللي كان اسمه زمان بي اس ا بيجو سيتروين. سيتروين نعم. فوالا هذه النقطة الأولى. ثانيا رفع القانون يعني اللي يقول باللي نديروا لي كوطا، هذا ثاني راح تخلى عليه، ويعني الاستيراد راح يكون حر، ما يكونش يعني دي ريستريكسيون، ما يكونش يعني دي ليميت في الفليفول يعني على حساب متطلبات السوق، يعني راح يكون حر تمام.